بعرض للأستاذ فوزي الهاني أسدل الستار على فعاليات مهرجان ليالي الصيف الدولي بالقيروان بعد انطلاقه في 13 من شهر جويلية الفارط. تعيش القيروان اليوم سهرة الاختتام مع الأستاذ فوزي الهاني بعد أن انطلق مهرجان ليالي الصيف الدولي بالقيروان يوم 13 جويلية بعرض فاضل الجزيرة صاحب الحمار، وحاولنا في سهرة أخرى الخروج إلى الشارع عن طريق تنشيط الأحياء في سهرات رمضانية، تعرف لأنه ما يخفاكش في القروان الجو معناتها حار، فالعباد في عود مش جينا وتدخل هي للمراكب، حاولنا أن نخرج ويكون هكاك المهرجان راوحة بين الخارجي والداخلي. العروض تعددت وتنوعت كما الآراء، وهو ما يعكس الصعوبات التي عاشها مهرجان ليالي الصيف الدولي بالقيروان. الصعوبات هي صعوبات الإنجاز، لأنه القرار خرج مؤخر شوية، يعني أول اجتماع كان في واحد جويلية ومطالب أنك تعمل افتتاح في 13 جويلية، وما يعاب باش نقولوها مالينا وما علينا انه فما نقص كبير في العروض الدولية وبرشا مسرحيات ما كانش في المستوى. احسن عرض بالنسبة لي انا وكان فيه برشا جماهير هو عرض عليا بالعيد، كنا نتمني ومعناها باش يكون معناها مهرجان خير من هكا بشوية، خاصة تكون فما عروض من برا كيما مارسيل خليفة كيما برشا معناها فنانين وبرشا عروض باهية. صارت عدة عروض مهمة، فما عروض مش في المستوى، كنا نأملوا تكثيف العروض العالمية اللي فما عرض بركة هو مدعم من الوزارة، معناتها عرض كل عام يجي عرض باليس الروسي، كان المهرجان فيه ثلاثة ولا أربع عروض بالنسبة لي ناجحة، فما صاحب الأحمر، حفلة عشاق الوطن، فما حفلة الزردة نوعا ما. فماش هكا حملة عالمية باهية للمهرجان باش الناس تعرف، خاطر أكثر الناس مثلا ما وكبتش المهرجان، وأنا باعتباري رئيس جمعية متاع المسرح نتسائل علاش هالإقصاء التام للأعمال المسرحية القيروانية.